ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف فيديو جديد. فيديو النهارده ابي يوسف اسماعيل نصرات. ها طبعا قبل ما نخش خالص انا اسف على الايام اللي فاتت ان انا ما نزلتش ولا فيديو، بس في فيديو كنت هنزله مفروض تقريبا اول امبارح واخد بلوك. اوكي مش كوبي رايت، اوكي كوبي رايت حاجه وبلوك حاجه، بلوك يعني ما ينفعش انزله خالص. ما علينا، خلينا نبتدي فيديو. وقبل ما نبتدي فيديو انا بعمل رياكت على حاجه لاول مره. اوكي انا مش محضر حاجه، انا مش عارف هو هيقول ايه ومش عارف انا ذات نفسي انا هقول ايه على الاغنيه. اوكي ما علينا، خلينا نبتدي فيديو ويلا ليتس جو. شرف ليك ان قابلك بنفسي، ما بتكلمش غير بشكل رسمي. صبح الليل داخلي خارجي، مش واضحة الدنيا دي زي ما خارجي. ان كان عاجبك اكيد عارفني، بس انا مش مبدئيا كده ابو عرفوني هو بيتكلم عن مين. اوكي يعني في يعني تقريبا هو في تلقيح. اوكي ابو عرفوني هو بيتكلم عن مين. تاني حاجه انا صحيح بالمناسبه عشان في فيديو اللي فات ده انا قلت على كلمه فاهم، وكنت اللي هو بتريق شويه، بس اللي هو اقصد ان انا اضحك الناس. اوكي كلمه فاهم انا عارف ان هو بيقولها فاهم. اوكي معلومه بس عشان لو في حد جديد، عشان لو هو نطقها واتكلمت على كلمه فاهم. اوكي فانا فاهم وهو بيقول فاهم. عارفك فكرني بنفسك، واقفة جنبك تتعلق بلازما مش أزمة. جم عليا بيجوا تحت الجزمة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، باكل عيش من الكلام ده المخزن، حافظ على دماغي ده المخزن. عبي وشيل اكسر براحتك عندي كتير، كنت هقول عمي فلوسي وعمي كبير، بس ماليش عمام يا اسطى. عمي مين هتلاقيني؟ بس مش في كيكيز لابس خريفي، ده مش محيط مش في كيكي. اوكي كلام على مروان موسى. اوكي حلوه نفسيتي معلم عليكو زي جرافيتي. حلوه نفسيتي معلم عليكو زي جرافيتي. ده مش زميلي، ده مش اخويا، ده مش شقيقي. ممثل تجريبي راسم الدور ده فن تشكيلي. بخيري لابس فيست مش سديري. مين ده تاني مرة اشوفه؟ تاني بجد انا مش هو شكله مألوف. اوكي شفته قبل كده مش في الفيديو اللي فات. اوكي عشان اوضح بس عشان الناس تقولي ما انت شفته في الفيديو اللي فات. لا انا في الفيديو اللي فات كنت حاسس ان هو مألوف بس ما اتكلمتش عليه. اوكي قلت اكيد لان هو قال مش عارف ماجد المصري حاجة زي كده، وانا مش عارف اذا كان. اوكي انا ماليش في ممثلين يعني، ما اعرفش اسامي ممثلين قوي. اوكي بس اللي انا اعرفه ان ده مش ماجد المصري يعني الممثل. اوكي لان سمعت عنه كتير، بس هو كان جاب سيرة ماجد المصري في الفيديو اللي فات. انا مش عارف ابو عرفوني مين ده. ما علينا ولع شمعتين زي قويري كاشف كذبكو ولا ده اسماعيل نصرات. يعني ابتديت اشك بصراحه ان هو اسماعيل نصرات. اوكي عشان ما اعرفش شكل اسماعيل، بس ما اعتقدش. لا ما اعتقدش. ابو عرفوني، انا مش هقعد اخمن. انا ما علينا مش ابو عرفوني. عيني بشوفكم بقول يا عيني في ركني الهادي بعيش اللحظة، اسمك ما عنديش وقت نحفظ. همشي بدري قال لي براحتك، قال لي براحتك فهاجي متاخر. ما عنديش وقت نحفظ همشي بدري. كان سرحان على فكرة. هو ما كانش عامل حسابه ان هو يصور تقريبا، هو كان سرحان بجد. قال لي براحتك، قال لي براحتك فهاجي متاخر بعادي. محدش يجرؤ يلوم دادي، كنت بأمن مستقبل ولادي، كنت مشغول بتابع حلقاتي، كنت بلعب بممتلكاتي، كنت بهاتي ده عيد ميلادي وكلكم نجاتي. فخو كائن فلاتي مسالم تماسي يتزقف في كاشي سلوخ داخل بهبل، ده مش بروماكس بس داخل بقبل. انا فكرت هتطلع تالتة. اوكي حلو حوار التوائم ده، حلو انا التصوير عجبني فشخ لدرجة انا مش مركز خالص مع الاغنية ولا البيت ولا اي حاجة. داخل بكبس خدت منكو عين داخل بخمس، انا صاحب مبدأ انت مصاحب واحدة بتصاحب دودة، بتضحك جنبك روحك فاهمة في اللحق يا هبل. هو اصلا مش موجود. اوكي
خمسة اتعلم على القفصة بتصنم متخلف مش فارق لي لو اقتنع افصل بين الشيء وبقيته زي القطر لسانها ما يقولش غير حاضر ده لو نطق. اوكي 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 انا اغنية عجباني اوكي. والتصوير انا التصوير عجبني اكتر حاجة بصراحة, اللي بيحصل في التصوير عجبني اكتر حاجة. ما علينا, بعرفوني مين الشخص اللي انا اتكلمت عليه من شوية ده اللي هو كان موجود في الفيديو اللي هو بتاع ماجد برضو, لان زي ما انا قلت انا ما اعتقدش ان هو ده ماجد المصري, ما اعتقدش اوكي, او جايز يكون اسمه ماجد مصري حد تاني غير الممثل اللي انا بسمع عنه اوكي, لان انا ما اعتقد ان مش ده شكله اوكي. وفي نفس الوقت اعرفوا لي مين ده او ليه انا حاسس ان هو مألوف ليه اوكي. انا ما اتكلمتش عليه في الفيديو اللي فات, بس في الفيديو ده انا مضطر طالما شفته تاني اللي هو لا انت هتقرر اعرفوا لي بقى مين ده. ما علينا, ده كان رياكت, يا رب يكون رياكت عجبكم, اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقولكم يلا تشوس. What the hell was that?